خبز التوست الأبيض بالخميرة الطبيعية. لتحضيره أول شي نضيف مي للحلة طبعا، بعدين نضيف الدقيق ومنخلط. طبعا أنا هون ابن صغير عم يساعدني بخلط العجين. طبعا هاي مرحلة الأوتوليز، بنخلط المكونات لتتكون عجينة، بعدين بنتركها ترتاح لمدة ساعة. طبعا بنغطيها بنتركها ترتاح لمدة ساعة، أنا بساعده شوي لتتكون العجينة. بضلني عم بخلط شوي شوي، هون ابني عم بيرجع يخلط. ملاحظين الدقيق دايما بينزل لأسفل الحلة، فبدنا نتأكد انه كل المكونات اختلطت بشكل صحيح لحديت ما تصير بهذا القوام. يعني الموضوع كله بياخد بين 5 إلى 7 دقائق حسب انتو سرعتكم. اوكي، هاي جودي صغيرة حابب تلعب شوي بالعجين. اوكي، طبعا بنتركها ترتاح لمدة ساعة مغطاية، بعدين نعملها او نضيف لها الخميرة الطبيعية الناضجة. مثل ما شايفين المكونات تلاقوها بصندوق الوصف، مكونات العجين هاي. نضيف الخميرة الطبيعية على حسب الوزن المطلوب. طبعا انا عم بعمل 4 ترغفة، ممكن تعملوا كمية نصف الكمية، انا حاعطيكم الوصفة لأربعة ارغفة. نخلط المكونات مع بعضها، لنضيف طبعا الملح بس. اوكي، انا بستخدم هون الملح الوردي او البينك سولت، ممكن تستخدموا اي ملح موجود عندكم. وبنخلط بهالشكل هيدا تندمج الخميرة الطبيعية مع الملح مع العجين. بضل يعني بحركها او بمزجها بهالطريقة هاي لحديت ما يعني تمتزج بشكل كامل ويصير عندنا عجينة متماسكة متجانسة ما بفيها اثار لا خميرة او لا ملح. اوكي، طبعا الموضوع هذا كله بياخد تقريبا بين 5 و7 دقائق كمان. اوكي، مثل ما لاحظين تركتها شوي ترتاح قبل ما غسلت ايدي، شوف كيف صار قوامها. يعني ممكن كمان تتركوها 5 دقائق ترجعوا بتلاقوا شوف ما احلى صار قوامها ممتاز. اوكي، خلص بتركها هيك بغطيها وبتركها تتخمر لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بشيل الغطاء، وطبعا بإيدين مبلولين وكمان سباتيولا أو سكريبر بحر الأطراف، وبعمل لها مد وطي. طبعا بشد من أسفل العجينة وبمدها لأقصى درجة قبل ما تتمزق، طبعا ما بخليها تتمزق، وبعدين بطويها فوق سائر العجين من كل النواحي. تمام، هذا المد والطي او ستريتش اند فولد، بغطيها وبتركها ترتاح لمدة نصف ساعة تانية. بكرر نفس الموضوع بعد نصف ساعة، بعملها ستريتش اند فولد، بمرر السكريبر حوالين البول حوالين العجين يعني، وبعملها ستريتش اند فولد كمان مرة تانية بالشكل هيدا. كل مرة بتلاحظوا انه بتقوى اكتر. هاي تاني مرة، بعد نصف ساعة تالتة بنعمل لها ستريتش اند فولد. ملاحظين صارت شوي اكبر حجما واقوى بنية، فما كتير يعني بتستحمل مد قبل ما نطويها، فلذلك بدنا ننتبه كل ما خمرت العجين كل ما يمكن ما تستحمل كتير مد وطي او ستريتش اند فولد. انا هون عم بمدها من كل الاطراف، هي الطرف الثالث وهون الطرف الرابع، وهيك صارت جاهزة. بتركها تتخمر لمدة ساعة ونصف مغطاية طبعا بدون ما يعني بدون ما نعمل لها أي فولد. بننزلها على سطح العمل وبنقطعها طبعا، يعني قطع تقريبا حوالي 800 جرام أو أقل شوي لكل وحدة. طبعا أنا بستخدم الحلة نفسها أو الزبدية أو الجاط، يعني اللي بتحبوا تسموها، عم بستخدمها كمساعد للميزان لأنه ميزان صغير، فبالتالي بحطها بدن شوية مي وبحطها وبحط عليها العجين، بكون يعني بقلبه على طول ما بيلتصق بالحلة. أوكي، هيك صاروا عندي قطع العجين جاهزين أوزانهم متساويين. بجيب القطع على جنب وبعدين بلش اعمل التكوير او البري شيبينج او التشكيل الابتدائي الراوندينج. يعني هذا التشكيل الابتدائي بيعطي شكل دائري للعجائن حتى يسهل تشكيله لاحقا، مثل ما دائما بقول بفيديوهات السابقة. طبعا مثل ما بتشوف اني دائما بشتغل باطراف اصابعي
لأنه كل ما اشتغلنا بسرعة وبثقة وبدون ما نمسك العجين كتير، هذا الشيء بيقلل من التصاق العجين لأيدينا، وهذا العجين رطب. بنكرر نفس الشيء مع العجين التانية، طبعا ما بنبالغ بهذه العملية حتى ما يتمزق العجين. اوكي، اذا تمزق بيضعف وبصير حجمه يعني اصغر بالفرن، ما بعد متفتح اللب، يعني بنخسر كتير من الخصائص المرغوب فيها بالخبز الريفي. اوكي، مجرد ما صارت عندها قوة وبنية وصار شكلها دائري، منوقف منحطها على جنب، يعني منوقف تدوير. اوكي، أظن أنا عم دورها بلطف شديد. هلأ بتركن يرتاحوا لمدة نصف ساعة، طبعا آخر عجينة، بعدين بتركن يرتاحوا لمدة نصف ساعة مغطيين، أو إذا كان المكان منه مكيف يعني، أو ما في هواء تيار هوائي حتى ما يجفوا كتير. أوكي، إذا بجفوا شوي معلش، لكن بتركن لمدة نصف ساعة بدون غطاء، وإذا في تيار هوائي ممكن يجفوا بغطيهم. أكيد أنا هون طبعا عم دهن القوالب بالزبدة، طبعا هي قوالب مايلة على الإتساق، لكن الزبدة كمان بخليهم ما يلتصقوا أبدا، وكمان بنفس الوقت بيعطي رائحة زكية وطعم جميل للقشرة. بدهنهم كلهم، بتأكد إنه تم تدهينهم بشكل كامل. ممكن استخدم الزيت، لكن يعني بهالحالة أنا استخدمت الزبدة، والزبدة بيعطي طعم وبيعطي بيعطي رائحة جميلة بالخبز مثل ما ذكرت. طبعا بعد نصف ساعة بنثر الدقيق على سطح العمل، بتأكد انه في شوية دقيق بيدي، ملاحظين انا ما يعني غطيتهم للعجائن لانه ما كان في كتير، يعني كان جو رطب وما كان في تيار هوائي. اوكي، بشكل العجائن بشكل مثل خبز الريفي تقريبا، نفس الشكل تقريبا، مستطيل، لكن بحرص انه يكون نفس الحجم تبع القوالب، ما يكون كتير طويل. اوكي، تقريبا هيك صار حجم القالب. نجيب القالب طبعا وبنحطه قدامنا، ونجيب العجينة بنحطها جوا، هذا كل الموضوع. طبعا بالقالب رح ياخد وقت أكتر من السلال، بدون وقت ليتخمر، بدون 3 لـ4 ساعات. بكرر نفس الموضوع مع كل العجائن، بشكلهن الشكل هيدا. طبعا هي طبعا وصفة خبز الريف العادية، اوكي، اللي انا عملت عرضتها من قبل، لكن بدون اضافة المي البسناج او بدون اضافة مي زيادة، لانه ما بحاجة. هذه خبز توست، ما بحاجة يكون كتير رطب العجين. اوكي، بضل بيطلع خفيف ولذيذ جدا، طبعا بدون سكر، بدون زبدة، بدون حليب، بدون اي شيء. هذه وصفة الخبز الريفي العادية اللي بنعملها، لكن بالقوالب بدل ما تكون على حجر. لذلك إذا أنا خبزتها بفرن غاز، حتشوفوا أنا خبزتها بفرن غاز، ممكن تخبزوها بأي فرن عندكم إياه بدون أي مشاكل، لكن دور الشواية آخر 10 دقايق بس حتى يصير في تحمر من الأعلى. أوكي، انتبهوا للنقطة هاي. وإذا كان عندكم مع مروحات، دوروها كمان المروحة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يتحمر العجين كله من الأسفل ومن فوق. أوكي، إذا كان فرن طبعا كهرباء بيكون أفضل. طبعا هدول العجائن صاروا جاهزين، بتركن يتخمروا 3 لـ4 ساعات، بغطيهم. بعد 3 أو 4 ساعات بكشف الغطاء، انتفخوا. هلا انا بشرخهم بشفرة، ممكن انتم ما تشرخون، لكن انا بشرخهم حتى يعني يبرز السمة الجمالية تبعيتهم، ينتفخوا بشكل متحكم فيه، ما ينتفخوا يعني او يتمزقوا على الاطراف. بعد مرور طبعا حوالي 40 دقيقة 20 دقيقة، هو ما فيها بخار طبعا هاي الوصفة، او بالفرن بعد تقريبا 40 دقيقة بيكونوا صاروا جاهزين، 40 ل 45 دقيقة حسب الفرن يعني. وصلوا بهاللون هيدا، ما بنخبزهم أكتر من هيك حتى يضلوا طرايا، بعدين بنتركهم يرتاحوا نصف ساعة أو ساعة، بعدين بنقصهم. طبعا هيدا الرغيف أنا تركته يرتاح لمدة ساعتين وعم بقصه، شوفوا قديش هو خفيف، جدا جدا خفيف هذا الخبز، لا في سكر ولا في زبدة ولا في حليب ولا في عسل ولا في شيء، هذا مجرد دقيق، مي، خميرة طبيعية وملح. اوكي، مناسب كتير لسندويشات الشطائر للمدرسة، مثل ما شايفين كتير خفيف، بنستخدمه للشطائر، نعمل سندويشات للولاد. شكرا كتير للمتابعة، بتمنى تجربوها، ومع السلامة.